وخالد أنا عاشق لي، أنا عاشق لخالد بن الوليد، وعاوز أبشركم والله يا أخوانا، والله لقد زار خالد بن الوليد مسجد التوحيد والله. وطبعا سأسأل عن هذا، بس كان في الدور الأرضي مش في الدور ده، خالد بن الوليد مش في الدور الأرضي، وكان في دروس الأربعاء، وجاء لمسجد التوحيد على الباب اللي تحت في رؤية، طبعا الباب اللي تحت للنحية دي هنا، أنا جالس هو على اليمين، خالد بن الوليد رضي الله عنه والله على هذه الباب بزيه العسكري والطلاب بين يديه، وأنا ألقي الدرس وأقف على الباب ينظر وهو يبتسم، ثم لما رآه الإخوة التفتوا إليه، فأشهد الله في عليائه، قال لا تلتفتوا فأنتم بين يدي عالم. أسأل الله أن يسترنا وأن يرزقنا الإخلاص. ثم تركنا وذهب ودخل ليتوضأ. أسأل الله أن يجمعنا مع خالد، وربنا يسترنا بقى. مش عارف يعني والله ما أعددتها ولا، ابقى شلها يا، ابقى شلها يا ابني، شلها خليها لطلابنا بس، استر علينا، خليها للطلاب بس، وادي عربي لو لقيتها عقبك شلها. أنا مش رئيس القناة يا ابني ولا إيه؟ شلها خليها لطلابنا إحنا بس، أسأل الله أن يسترنا ويكون في الدنيا والآخرة. ما لازم برضو الطلب يبقى لهم حاجة يعني خاصة، اللي جاي متجشم المتاعب ده وجاي من آخر الدنيا، الله يرزقنا إياكم الصدق والإخلاص والقبول. ودي من من البشريات، النبي عليه الصلاة والسلام قال بين يدي الساعة تصدق رؤيا المؤمن، وقال الرؤيا الصالحة من المبشرات يراها المؤمن أو ترى له. فأسأل الله أن يجعلنا إياكم من أهل الإيمان، وأن يجعلكم من المبشرين في الدنيا والآخرة. فالحقيقة سيدنا خالد عالم وحده، شايف اللفظة دي، خالد بن الوليد عالم وحده.